بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الظاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا معكم في شرح المقدمات السنوسية لسيد أبي عبد الله الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه، بشرح واختصار سيدي الإمام أبي إسحاق إبراهيم السرقسطي الأندلسي رضي الله تعالى عن الجميع وعن مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا وعن أصحاب الحقوق علينا. كنا في المقدمة الثالثة في أنواع الشرك، وتكلمنا عن شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، وشرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة وهذا كشرك النصارى، وشرك التقريب الذي نتكلم عنه اليوم وهو أي التقريب عبادة غير الله تعالى ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي بأن المخالفين في وحدانية الإله ثلاث طوائف المخالفون المخالفون في الوحدانية ثلاث: النصارى أنهم قالوا بالتثليث، الصوت عشان مش عارف أنا أشتغل كده، هذا المفروض لا يوضع في هذا المكان، أكفر خالص كده كأنك حاطط قطار جنبي. المخالفون في الوحدانية كان ثلاث طوائف: اليهود ليسوا مخالفين في الوحدانية، لا يقولون بالتعدد. من اللي بيقول بالتعدد؟ المجوس والنصارى ومشركو العرب. إنما الوثنيون في شرك اسمه شرك التقريب، هذا ليس فيه تعدد الإله، وإنما عبادة غير الله، يعني إعطاء العبادة لمعبودات أخرى وصائط وشفعاء من أجل التقريب. إذن فالشرك هذا شرك ليس في تعدد الإله، وإنما في تعدد المعبود، يعني يوجهون العبادة لغير الله من أجل تقريبهم إلى الله، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثلاثة زي ما حقق الشيخ محمود أبو دقيقة في كتابه القول السديد في علم التوحيد. يبقى شرك التقريب
هو النوع الثالث. الأول اسمه إيه؟ شركة استقلال، والثاني اسمه شركة التبعيض أو التركيب، والثالث اسمه شرك التقريب. يعني يتوسلون أو يقولون هؤلاء شفعاء من أجل أن يصلوا بهم إلى المكانة أو إلى المنزلة عند الله. قالوا إيه؟ والذين اتخذوا من دون الله ما نعب أولياء ما نعبدهم، يعني قالوا ما نعبدهم إلا، يعني لا نعبدهم لكونهم آلهة أو لكونهم شركاء مع الله، وإنما ليقربونا. ولأجل هذا سماه شرك التقريب. فالشرك في الجاهلية على نوعين: شرك المتقدمين اللي هو إيه؟ اسمه شرك التقريب، وشرك المتأخرين ويسمى شرك التقليد. فأنواع الشرك كم؟ 6: الاستقلال، التركيب أو التجزؤ أو التبعيض، التقريب، التقليد، شرك الأسباب، شرك الأغراض. هذه هي الأنواع الإيه؟ 6. اقرأ يا شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. يا الشيخ محمد الثاني بتاعهم، أنت راجل ضيف، الضيف يؤجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: والثالث من أنواع الشرك شرك التقريب التوسل، وهو أي شرك التقريب عبادة يعني خدمة. يعني يعطيل العبادة، يعطيل الخدمة. يعني ممكن الشرك يكون في إيه؟ إنك تعتقد إنه خالق مع الله حتى لو لم تعبده، أو تعبده ولو لم تعتقد أنه خالق. يعني الشرك معناه إدخال الغير أو اعتقاد الشريك مع الله حتى ولو لم يعبده. طالما اعتقدت أن مع الله غيره، يعني في واحد تاني أو في من يشاركه في شيء ما، فهذا شرك حتى ولو لم تعبد الشريك بحال من الأحوال. طيب، وإذا عبدته ولو لم تعتقد أنه خالق فهذا أيضا شرك، بس هذا شرك فين؟ في العبادة. عبادة يعني خدمة غير الله تعالى كالأصنام والملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها. والمقصود من عبادة هذه المنكرات ليقرب العابد لما ذكر إلى الله زلفى. ليقرب العابد لما ذكر. والمقصود من عبادة هذه المذكورات، نصلح، يا ريت تبقى اذا انتم بتصلحوا ناخذ منكم عشان الكتاب نفد فحيعاد طباعته مرة اخرى. المذكورات، ما هي منكورات، ما هي منكورات برضه. المذكورات ليقرب إلى الله، ليقرب أي إيه؟ لا، وهو عبادة، ليقرب أي هذا الشرك، يعني ليقرب العابد لما ذكر، يعني ليقربه إلى الله زلفى. وزلفى يعني قربة، يعني يقرب قربة. خلاص كده، قربة مصدر بمعنى تقريبا. نعم. كشرك متقدمي الجاهلية ولا خفاء في كفرهم. يبقى الجاهلية على نوعين: الجاهلية المتقدمين اللي في القرآن يقول عليها الجاهلية الأولى، والجاهلية المتأخرة اللي كانت قبل إيه؟ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى إيه؟ الجاهلية المتأخرة. إنما في جاهلية قبلها موغلة في الزمن، هي الجاهلية الأولى. ولا خفاء في كفرهم وضلالهم وتلاعب الشيطان اللعين بعقولهم. نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه. يعني كأنهم هم يعبدونها الأصنام، يعني
أو هذه المذكورات أو كما قرأنا المنكورات، كيف تقربهم؟ ولو انتبهوا أدنى تنبه لعلموا استواء جميع العوالم من عرشها إلى فرشها، يعني من العرش إلى الأرض، الفرش يعني الأرض، جعل لكم الأرض فراشا، لعلموا استواء جميع العوالم من عرشها إلى فرشها في العجز والافتقار الذاتي للخالق لها، يعني هي مفتقرة في ذواتها افتقارا حقيقيا للخالق سبحانه وتعالى، وللأعراض يعني مفتقرة لله تعالى والخالق في أن يوجدها، ومفتقرة لأعراضها في أن تبقى، لأن العوالم أو الجواهر أو الأجرام من غير إمدادها بالأعراض لا تبقى. يعني ما هو سر بقاء الأجرام؟ إمدادها بأعراضها. أما الأعراض فإنها تفنى بمجرد وجودها ولا تحتاج إلى إفناء أو إلى إعدام، فالعرض يوجد فينعدم ويتجدد مثله وهكذا. فإذا أراد الله تعالى إعدام الأعراض لا يجدد مثلها، وإذا أراد إعدام الأجرام أو الجواهر أمسك عنها الأعراض. يعز من يشاء منها ويذل من يشاء، يرجع إلى العوالم من عرشها إلى فرشها، فليس له منها معين. يعني يقول لك هذا الذي تعتقد أنه يقربك إلى الله لا يعين الله حتى تتقرب به، ليس معينا وليس وزيرا وليس وكيلا ولا واسطة أصلا، ولا يغيب عليه تعالى منها شيء، ولا يقدر أحد منها يعني من هذه المعبودات أن يقرب نفسه. يعني لو هو نفسه عاوز يقرب نفسه إلى الله تعالى لا يستطيع، فكيف بغيره؟ ولا يقدر أحد منها أن يقرب نفسه فكيف بغيره إلى نعمة أو يبعدها عن نقمة إلا أن يتفضل المولى العظيم بذلك على من يشاء بمحض الفضل والكرم من غير غرض ولا وجوب، يعني من غير غرض أي من غير فائدة تعود عليه في تقريب من يشاء، ولا وجوب لأنه تعالى هو القادر أو الفاعل المختار لا يجب عليه شيء، ولا استحقاق يعني لا يستحق، ليس لأحد عنده حق، وإنما هو محض تكرم وتفضل. وطاعات الطائعين ومعاصي العاصين إنما هي من أفعاله المخلوقة له في ذوات عبيده، لا نفع له منها ولا ضر. يعني هذه المخلوقات جميعا لا تنفع الله ولا تضره، فهو الغني على الإطلاق بذاته عما سواه، يعني عن كل ما سواه، فكل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبالجملة فقد أطبقت رسل المولى تبارك وتعالى وأجمعوا كلهم من لدن آدم إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، على أن الله كلف عباده بتوحيده وحرم عليهم الشرك في ألوهيته وعبادته، وبلغوا
أي الأنبياء والرسل عن المولى تبارك وتعالى أن من ابتلي بهذا المحرم وهو شرك الألوهية والعبادة يعني والشرك في العبادة ومات على ذلك فهو محروم من جميع نعم الآخرة، مخلد في العذاب العظيم إلى غير نهاية، عصمنا الله من ذلك بمنه. عرفنا إيه قصة شرك التقريب، يبقى معناه اتخاذ وسطاء أو إيه أو شفعاء من أجل التقريب، كأنهم كانوا يعتقدون أن حسب ما زين لهم الشيطان أن الله تعالى شأنه أعظم من أن يتوجه له بعبادة أو بطاعة، فقالوا شأننا أحقر من ذلك فنعبد هذه الأصنام أو هذه المعبودات لنتقرب بهم إلى الله. طبعا في بعض سلفية الزمن المعاصرين أو امتدادهم من قديم قاسوا على ذلك ما نقول به سواء في المذاهب الفقهية أو من جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، فقاسوا التوسل على على هذا النوع من الشرك، فقالوا بتحريمه، ثم تطور الأمر حتى قالوا بتكفير المتوسلين أو بالحكم عليهم بالشرك أو البدعة إلى غير ذلك. فهنا الشيخ تنبه وقال: فإن قلت التوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه هل يقتضي تلك الشبهة؟ يعني هل يوقعنا القول بجواز التوسل فيما وقع فيه هؤلاء المشركون الذين كانوا يعتقدون في ما يسمى بشرك التقريب؟ فالجواب: لا يقتضي إن علم أن الملك يأذن في ذلك ويحبه. يعني هذا الذي فعلوه لاتخاذ هؤلاء وسطاء أو شفعاء، الفرق بين المشركين وبين المتوسلين في أمرين. أول شيء أن المشركين عبدوا الوسائط، أما من يقول بجواز التوسل لم يعبد الوسائط، يعني سواء كانوا أنبياء أو ملائكة لم يتوجه إليهم بعبادة، فهناك فرق بين التوسل وبين العبادة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المتوسلين عندهم إذن، يعني عندهم أدلة من الشرع تجيز وتسمح بالتوسل، أما المشركون فإنهم فعلوا ذلك بغير إذن من الشرع، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. زي آية ثانية اللي فيها السلطان بغير سلطان، في آية كده تدل على أنه ما فيش سلطان، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ليس لهم حجة. أما أهل التوسل السلطان المراد به الحجة، أما المتوسلون فإن عندهم حجج وعندهم أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الشيخ بيقول: وقد جاء الشرع بذلك، يعني بجواز التوسل لا بجواز الشرك. ليه؟ لأن الشرك محرم وهو من الأمور التي هي عقائد، والعقائد لا يدخلها النسخ، العقائد والأخبار لا يدخلها النسخ، يعني لا يمكن أن يكون الشرك مشروعا عند
من قبلنا ومحرم علينا أو العكس. العقائد والأخبار لا يتعلق بها نسخ. إذن فالشرع جاء بجواز التوسل. وحتى ابن تيمية نفسه في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة يفرق بين ما يفعله المتوسل وبين عقيدة المشرك. فيقول مثلا المتوسل ما سأل غير الله، لأنه سأل الله ولكن توسل به بأحبابه من أنبيائه، توسل إليه بأحبابه أو بأنبيائه أو بذوي الفضل والمكانة والمنزلة والجاه. أما المشرك فإنه سأل أو توجه إلى غير الله. فهناك فرق بين سؤال الله بأحد من خلقه وهذا هو التوسل، وبين سؤال غير الله وهذا هو الشرك. يبقى إذن قد جاء الشرع بذلك بشهادة توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث طبعا حكم عليه أكثر أهل العلم بالوضع، لكن معناه صحيح، يعني لا يلزم من عدم صحة الحديث بطلان المعنى، يعني قد يكون المعنى صحيح ولكن الحكم على الحديث هل هو من كلام النبي أو لا، لكن لا يتعرض لمعناه، قد يكون هو حكمة أو كلام مأثور أو كلام حسن ولكنه ليس بحديث. يعني مثلا الدين المعاملة هذه ليست آية وليست حديثا، الدين المعاملة، إنما الدين النصيحة ده حديث، إنما الدين المعاملة لا آية ولا حديث، لكن المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. هذا الحديث إن حكم عليه أكثر أهل العلم بالوضع فإن معناه صحيح. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ذو جاه. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا موسى وكان عند الله وجيها، فما بالك بسيد الخلق؟ فالرسول له جاه عظيم، بل لا يصل أحد إلى جاهه ومنزلته عند الله. أما القول بأن التوسل شرك، هذا القول فيه حكم على السواد الأعظم من الأمة بالكفر. فكأنك إذا اعتقدت اعتقاد السلفية المعاصرين أو من سبقوهم هتحكم على العلماء الأعلام، على مشايخ الأزهر الكبار، بل هتحكم على الأئمة المجتهدين ممن يرى جواز التوسل كالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والإمام مالك وأصحابه، لأن هؤلاء بل ابن حجر نفسه هتحكم عليه بالشرك، وهتحكم على الإمام أبو حنيفة، وهتحكم على الإمام مالك، لأنه الإمام أبو حنيفة توسل وله قصيدة في التوسل: يا أكرم الثقلين، يا كنز الورى، جد لي بجودك وارضني برضاك، أنا طامع في الجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. وابن حجر أيضا وكبار الأئمة توسلوا إلى الله تعالى بجاه ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما في الأمر أن المتوسلين يعتقدون في المتوسل بهم أنهم أفضل الخلق وأنهم أقرب العباد إلى الله، ولم يعتقدوا أنهم شركاء ولا وسطاء ولا يملكون من الأمر شيئا سوى أنهم عباد مكرمون يقبل الله شفاعتهم. وهو القول بالتوسل كالقول بالشفاعة. ألم يثبت الله تعالى الشفاعة في القرآن الكريم؟ والشفاعة نوع من التوسل، فالله يقبل الشفاعة ويتفضل على من توسلوا بهؤلاء إكراما لهم. يبقى إذن هذه الشبهة لا يمكن قياس التوسل على
على شبهة المشركين. أولا لانتفاء العبادة، المشركون عبدوا قالوا ما نعبدهم. ثانيا ليس عندهم إذن أي دليل على ذلك ولا حجة من الإيه من الشرع أو من الدين. ثالثا الأدلة في كتاب الله وفي السنة كثيرة ومشهورة، والقول بجواز التوسل هو قول الجمهور، وموجود هذا في أصح كتب السنة، في صحيح الإمام البخاري التوسل بإيه لما قال سيدنا عمر لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بإيه بنبيك فتسقينا، فإنا نتوسل إليك بعم نبيك، التوسل إليه بالعباس. وقد أطبقت الأمة من السلف والخلف على إيه جواز الإيه التوسل ومشروعيته، وشبهات المخالفين كلها مردود إيه عليها. خلاص ليه؟ لأن هؤلاء من أهل الشرك عبدوا الأصنام كما يعبد الإله، والمسلمون لا يعبدون الأصنام، فكيف سبحان الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أو نجعل الموحد كالمشرك؟ هذا جنون. واحد يقول أشهد أن لا إله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويذهب إلى الحج وإلى العمرة ويصلي في الأزهر الشريف ويعلم الناس، هذا مشرك. أبو الذي يعبد الأصنام مشرك، فما الفرق؟ هل يستويان؟ لو أنك لا ترضى أو لا تحب هذا شيء لك، لأنه لم يقل أحد بأن التوسل واجب أو فرض، إنما قالوا به بجوازه أو باستحبابه. فإذا لم تتوسل خلاص، بنو إسرائيل توسلوا بسيدنا موسى، قالوا يا موسى أدع لنا رب، لأنهم علموا أنهم لو دعوا الله من غير موسى لا يستجاب لهم. وإذ استسقى موسى لقومه فهل قال له الله هذا شرك وهذا غير جائز؟ لا. أقرأ يا شباب. قال المصنف رحمه الله: وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير. يبقى هذا النوع الايه الثاني او النوع الرابع ده شرك الايه التقليد، يعني عبادة غير الله تعالى تبعا للغير، يعني المشركون المتأخرون عبدوا غير الله اتباعا لآبائهم وأجدادهم. لما سئلوا لماذا تعبدون هذه الآلهة وهي لا تنفع ولا تضر كما حكى، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك أفعل، أو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فاسمه ده ايه؟ تقليد. كشرك متأخري الجاهلية. قال الشاعر رحمه الله: والرابع من أنواع الشرك شرك التقليد أي الاتباع للغير. يعني ما معنى التقليد؟ أن يتبع الغير من غير أن يعرف دليله. مقلد، عارف التقليد يعني كأنه يحاكي دون أن يعرف حجة أو دليل. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. وهو أي شرك التقليد عبادة يعني خدمة غير الله تعالى كالأوثان وغيرها تبعا للغير، لأجل الحمية والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل. يعني هم لماذا قلدوا آباءهم وأجدادهم؟ تعصبا وحمية، وهذه من أمور الجاهلية العصبية والحمية في متابعتهم على الباطل. يعني المفروض لا يتبعون آباءهم وأجدادهم إذا علموا أنهم على الباطل، المفروض يرجعوا إلى الحق، ولكنهم تركوا الحق تعصبا لآبائهم وأجدادهم. ولذلك نعى الله تعالى عليهم وذمهم لما قالوا إنا وجدنا آبانا، ماذا قال الله
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني أنت تتعصب بعد أن علمت أنه على ضلال أو على باطل، هذه هي الجاهلية. لأجل الحمية والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب الهلاك في العاجل والآجل، كشرك متأخري الجاهلية القائلين حين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونبههم على سفه عقول آبائهم وكفرهم وضلالهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا قال المحققون: لا يكفي التقليد في عقائد الإيمان. قال بعض المشايخ: لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. هذا هو أي تصوير أو صورة التقليد، أنه شأنه أنه يقاد أو ينقاد، فأنزل شأنه أو حط من قدره عن درجة الآدمية فأنزله إلى منزلة البهائم. بعض المشايخ قال كده: لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. يبقى مسألة التقليد في العقائد مختلف فيها، يعني هل يجوز لنا أن نحتج على بطلان التقليد بهذه الآيات؟ لا. ليه؟ لأن الله تعالى نعى عليهم تقليد آبائهم وأجدادهم في الباطل. لكن افترض أن آبائهم وأجدادهم كانوا على هدى وقلدوهم في اتباع الحق، هل كان الله تعالى ذمهم؟ لا. يبقى هنا التقليد في الحق مش في الباطل، هذا مذموم. أما التقليد إذا كانوا على هدى أو على بينة، قال الإمام الدردير: يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيح. وحتى صاحب الجوهرة بيقول إيه: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعدين إيه وحقق قوم وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فهنا اختلفوا، لكن ما هو القول المقبول؟ أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان والنومان المقلد صحيح، لكن يبقى هل يكون المقلد عاصيا بترك النظر؟ اختلفوا في ذلك، فقيل يعني يعتبر ترك الكمال أو ترك المستحب، وقيل إن كان فيه أهلية يبقى عاصي وإن لم يكن فيه أهلية فلا معصية. المهم الراجح عند الجمهور أن إيمان المقلد يكفي صحيح. وفي قول آخر ذهب إليه الإمام السنوسي أنه لا يكفي، إذن فالمقلد كافر. لكن لا نرضى بهذا، ولا يلزم حتى على قول الإمام السنوسي بكفر المقلد، لا يلزم تكفير العوام، لأن العوام ليسوا مقلدين بل هم عارفون، ولكن بالدليل الجملي وليس بالدليل التفصيلي، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير بالأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. الخامس اللي هو شرك الأسباب. إيه معنى شرك الأسباب؟ كيف يعني نشرك الأسباب؟ قال لك أصله فيه الله تعالى هو المسبب، مش كده؟ ولكن الله تعالى جعل للأشياء أسبابا وآتيناه من كل شيء سببا، فجعل شيء سبب لشيء. الله تعالى ربط بين السبب وبين المسبب، لكن من الذي يؤثر، من الذي يحدث أو يوجد الأشياء؟ هو المسبب.
فلو اعتقدنا تأثير السبب أشركنا السبب مع المسبب. إذن فليس بين السبب والمسبب ليس بينهما إلا ربط عادي، أي ربط يمكن تخلفه. أجر الله العادة بهذا، ولو شاء لخرقها، كما أن الله تعالى أجرى الإحراق عند مماسة النار للشيء الذي يحترق. فكون نأتي بالكبريت أو بالنار وتمس الورقة تشتعل، إذن فالنار سبب في الإحراق، الإحراق هو المسبب والنار هي السبب. ولكن من الذي أحرق؟ ليس النار، النار هي سبب، وسبب عادي، بمعنى أنه يمكن أن توجد النار ولا تحترق الورقة، أو تحترق الورقة من غير النار. يبقى إذن هي سبب، زي السكين والقطع، وزي الماء والري، وزي الطعام والشبع. فلا نعتقد تأثير الأسباب، نحن مأمورون شرعا بأن نأخذ بالأسباب، لأن الله أمر بها. ولا تخرق الأسباب إلا للأنبياء أو الأولياء الكبار، أما نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. لكن هل نعتقد أنها مؤثرة؟ لو اعتقدنا هذا حنذهب إلى نوع من أنواع الشرك، وهذا اللي هو شرك الأسباب، إسناد التأثير، يعني إضافة الاختراع للأسباب العادية، ككونك تعتقد أن الطعام يشبع. هذه العقيدة لا تضرك في شيء إذا اعتقدت أن الطعام يشبع بإذن الله، وأن الله جعل الطعام سبب لما فيش. إنما إذا اعتقدت أن الذي أحدث أو أثر الشبع هو الطعام أو الري هو الماء أو السكين هي التي أثرت، أو الثوب في ستر العورة، أو النار في الإحراق، أو الشمس إلى غير ذلك مما لا ينحصر. ليه؟ لأن الفلاسفة أو الطبائعيين قالوا إنه الأشياء بطبيعتها مؤثرة. خد بالك لماذا كان هذا شرك، يعني قال النار بذاته وطبيعته فيه الري، فمن شربه يرتوي، ولا دخل لله تعالى بهذا. هذه طبائع الأشياء، الأشياء مؤثرة بطبيعتها، فأسندوا التأثير لها. إذن فالخالق لا يفعل شيئا إلا أنه خلق الأشياء وترك لها التأثير، فهي مشاركة لله تعالى. هذا هو معنى شرك الأسباب. نعتقد أن السبب هناك ربط بينه وبين المسبب، وربط عادي. فالناس في هذه المسألة على كم قسم؟ في مسألة الشيخ محمد الفاكر كم قسم؟ 4. يعني مثلا من الناس من يعتقد أنه في ربط بين السبب وبين المسبب ولا يتخلف، هذا جاهل، لأنه يؤدي الربط بينهما للربط العقلي إلى إنكار المعجزات أو إنكار الخوارق. وفي من يقول أنه الأسباب تؤثر في المسببات، هذا القول قول الفلاسفة. ومنهم من يقول إنه الأسباب تؤثر بالقوة المودعة، ومنهم من يعتقد أن التأثير لله تعالى وحده، وهذا هو الفريق الناجي، وأن كل ذلك أسباب. يبقى أقسام الناس في مسألة الأسباب كام؟ 4. كنا في بعض الأوقات الناس كأنها نسيت تأثير الخالق، فمثلا يقول لك هذا من خيرات الطبيعة، كأن الطبيعة هي إله، طبيعة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. إذا قلنا كلمة الطبيعة على وزن فعيلة، وفعيل في اللغة العربية أصلح أن يكون بمعنى فاعل وبمعنى فهل طبيعة يعني مطبوعة؟ هذا صحيح، يعني الله تعالى جعل طبيعة هو الذي طبعها وهو الذي جعل. أما إذا كانت طبيعة بمعنى طابعة ومؤثرة، هذا هو اعتقاد الفلاسفة.
يبقى الطبيعة إذا قلنا على سبيل المجاز، لكن ممكن بعض الناس لا يفهم هذه المعاني، يعني يقول لك النار لا تحرق، قل نعم تحرق وتميت، ولكن الذي خلق الإحراق فيها أو أوجد الإحراق عندها هو الله، ليست ذات النار لأنها سبب. فالأمر يتصل به بالاعتقاد فقط لا بما يقوله الناس. فلو أسندنا، لأن الإسناد في اللغة إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون مجازي، لم يسند الله تعالى الوفاة إلى نفسه، الله يتوفى الأنفس، وأسندها إلى ملك الموت قل يتوفاك، وأسندها إلى الملائكة، إذن فالإسناد بالنسبة لله حقيقي وإلى غيره مجازي. لكن لو اعتقدنا أن الأشياء تؤثر وأسندنا إليها التأثير حقيقة، فهذا هو الشرك، لأنه ينفي إيه؟ ينفي فعل الله تعالى. فهذا يسمى شرك الأسباب، يعني إسناد التأثير، إضافة الاختراع للأسباب العادية ككون الطعام إلى آخره، كشرك الفلاسفة جمع فيلسوف أو فيلسوف، كشرك الفلاسفة والطبائين ومن تبعهم على ذلك. الفلاسفة طبعا الفلسفة معناها إيه؟ الحكمة. الفيلسوف يعني محب الحكمة، لأن كلمة سوف في اللغة اليونانية يعني الحكمة، وكلمة في يعني المحب، يعني كأنه كلمة فيلسوف كلمتان وليست كلمة واحدة، مضاف ومضاف إليه. وقد تفلسف، وهي الفلسفة مصدر مشتق من اسم جامد وهو فيلسوف، وفي الاصطلاح مركب إضافي بلفظ فيل مضاف وسوف مضاف إليه، يعني كلمتين، يعني ده اسمه تركيب، إيه ده؟ مش إسنادي، إنما تركيب مزج زي بعلبك حضر موت. ومعنى المضاف محب، ومعنى المضاف إليه الحكمة، يعني فيلسوف يعني محب الحكمة، محب العلم. يبقى الفلاسفة يعتقدون أن التأثير في الأسباب والمسببات، الأسباب علة والمسببات معلولة، يعني عندهم إذا وجد السبب لا بد من وجود المسبب. لكن الطبائعيين اللي هم إيه الفرق بين القول بتأثير الطبيعة وتأثير العلة؟ العلة والمعلول لا يتوقف على إيه؟ على وجود شرط أو انتفاء مانع، يعني زي ما تحرك اليد أو الأصبع يتحرك الخاتم، عظيم. إذن العلة هي حركة الأصبع، والمعلول هو حركة الخاتم، من غير شرط ومن غير انتفاء مانع. أما تأثير الطبيعة يتوقف على شرط وعلى انتفاء مانع. فمثلا الشرط أنه النار تحرق الورقة المماسة، لازم يبقى في شرط مماسة النار للورقة، فإذا لم يوجد الشرط لا يتحقق له الإحراق. وفي ايه؟ انتفاء، ينتفي المانع، يعني لو كانت الورقة مبلولة عليها بلل لا تحترق، ليه؟ لأنه وجد مانع من الاحتراق وهو ايه؟ البلل. واضح كده؟ يبقى هذا الفرق بين التأثير بالعلة والتأثير بالايه؟ بالطبيعة، والاثنين كفر. ومن يقول بالطبع أو بالعلة، لما هو معظم الناس يقولون ذلك كل العالم، ولا نحكم عليهم بشرك، لأن من يقول بذلك معتقدا، أما من يقول بذلك جاهلا أو يقوله على سبيل المجاز أو أنه لا يفهم، يبقى لا يحكم عليه بشرك ولا كفر إلا إذا علم. يبقى لا يكفر إلا الفلاسفة فقط، لا يكفر الناس، الناس دائما يسندون الأشياء إلى إيه؟ إلى أسبابها المباشرة أو إلى عللها. لكن المسألة كلها تتعلق بالاعتقاد، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. وعرفنا الفرق بين الطبائعين وبين الفلاسفة، وإن كان الجميع من طوائف الفلاسفة، واعتقاد فاسد إسناد التأثير للأسباب العادية من جهلة المؤمنين، فرأوا ارتباط الشبع بالأكل والري بالماء وستر العورة باللبس الثوب والضوء عند الشمس والإحراق عند النار، ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجودهم مع، يعني الناس مع طول العهد وطول الألف ظنوا
إنه هذه الأشياء هي المؤثرة فيما وجد معها أو فيما وجد عندها، إما بطبعها كما قال الطبائعيون أو بقوة وضعها الله فيها كما قال مين؟ أهل الاعتزال. هذا يعتبر إيه؟ نوع من الإيه؟ من الجهل. يعني مثلا لو أنت حققت تجد إيه؟ إنه في ارتباط بين النار وبين الإحراق لا ينكره عاقل، هات كذا حتى كبريت وترى بنفسك، وإن لم تصدق بدل ما أضع الورقة أضع النار على يدك حتى تتألم، أو على ثوبك حتى تتضرر. فواضح. أمال إيه المشكلة في إيه؟ المشكلة إنه ما الذي دلت عليه العادة؟ هو الارتباط بين الأمرين، بين النار وبين الإحراق، وبين الماء وبين الري. لكن من الذي فعل الري؟ هذا لا دليل للعادة، إنما هذا كل ما في الأمر ارتباط. من الذي يعني مثلا أنت تدخل البيت وهو مظلم، تضع يدك على مفتاح الكهرباء فيحدث إيه؟ إنارة المصباح، مش كده؟ كل ما في الأمر فيه ارتباط بين الضغط على المفتاح وبين الإيه؟ الضوء. لكن هل المفتاح هو الذي إيه؟ أشعل الضوء؟ لا، ده في تيار كهرباء أنت لا تراه، أو ده المؤثر الحقيقي ده. إنما أنت ظننت إنه المفتاح زي بالظبط لما تيجي تضغط الجرس الباب وبعدين يجي واحد من وراء الباب أنت لا تراه فيسمع الجرس يفتح الباب وأنت لم ترى الذي فتح الباب، فهل الجرس هو الذي فتح الباب؟ لو أنه واحد ألف ذلك وتكرر معه كثيرا كل ما يضغط الجرس ينفتح الباب ولا يرى أحدا يعتقد أنه ليه من جهله أن الضغط هي التي فتحت، ولكن في ارتباط بينها وبين الفتح، لكن الذي فتح هو إنسان آخر. كذلك الذي فعل الري وفعل الشبع هذا إيه؟ أمر آخر لم تدل عليه العادة، إنما من الذي دل؟ العادة دلت على الارتباط، أما المؤثر الحقيقي لم تدل عليه العادة. كيف عرفناه؟ لأنه إيه؟ بدليل انفراده تعالى بالتأثير والإيجاد والاختراع، اللي هو وحدانية الأفعال، الله خالق كل إيه؟ كل شيء. وفي معنى شرك الأسباب العادية شرك القدرية فيما اعتقدوه من تأثير القدرة التي خلق الله تعالى للحيوانات فيما يقارنها من الأفعال. ده إيه؟ في معنى شرك الأسباب العادية شرك القدرية فيما اعتقدوه من تأثير القدرة، للقدرة المودعة زي ما قلنا. آخر حاجة عشان نختم اللي هو السادس، شرك الإيه؟ الأغراض. هي معنى الأغراض يعني الحاجات والبواعث، لك غرض، شيء بعثك على الفعل أو حملك عليه. يعني مثلا واحد راح في الصحراء يحفر بئر، ما الغرض من ذلك؟ أن يحصل على الماء. إذن فالذي يحفر البئر لا يحفر البئر لذات الحفر، ولكن هناك غرض، هناك باعث، لولا حاجته إلى الماء هل كان تكلف الحفر؟ يبقى هذا هو الإيه؟ اسمه في غرض، يعني شيء باعث أو شيء دفعك أو حملك على الفعل. شرك الأغراض والبواعث العمل المأمور به من واجب ومندوب وتجنب محرم ومكروه، كل ده يعني ممكن واحد يفعل الواجب، الصلاة واجبة، يدفع الزكاة واجبة، أو يتجنب النظرة الحرام، أو يتجنب المكروه، ولكن لغير امتثال أمر الله، يعني مع أنه واجب والله أوجبه، فهو لماذا يصلي ويخرج في الظهيرة وفي الشمس مع أن الله أمره بذلك، لكن لم يخرج لامتثال أمر الله بل خرج لغرض، يعلم أن في المسجد رجلا ثريا يوزع أموال فأسرع إلى حضور الجماعة، واقف في الصف الأول ويخشع ويبكي و... أم الله
الله أمرك بذلك والمسجد جنب، لماذا رحت إلى المسجد؟ بيقول لك كان خطوات إلى المسجد، كل خطوة حسنة، لكنه له غرض آخر لمجرد نيل مدح من بعض عبيده أو حب منه له. يعني الأغراض كثيرة، ممكن واحد لا يريد المال، يريد له السمعة، أو يريد زيادة المحبة، أو يريد الرياسة، أو غير ذلك، يعني كثير، أو صرف مذمة. وذلك في فرق بين الرياء والسمعة. الرياء يعني الناس تشوفك، ترائي من الرؤية، إنما السمعة الناس تسمع من التسميع. يعني بلد صيت الناس ما يعرفوكش، بس أصبح في الخليج وفي البلاد مثلا لك اسم، لك سمعة، يسمعون بك. إنما الرياء لازم الناس إيه تراك من المراءة، يعني مأخوذة من فلما تراءى. الرياء يعني إيه؟ يشوفك، يصلي أمام، يراؤون الناس. ولا وذلك ما كان شيء في العشاء ولا في الصبح، لأنه كان الدنيا ظلام. كيف يرائي الظلام؟ ما فيش مصابيح، فلو دخل في صلاة الصبح لا يراه الناس، ظلمة. فلا يحدث الغرض اللي هو الرياء، فلازم يأتي في الأوقات اللي فيها إيه؟ شمس وفيها إيه؟ مكشوفة والناس تراه. وهذا طبعا أمور قلبية لا يطلع عليها، لأنه كثير من المرائين يزعمون إيه؟ أنهم مخلصين وهكذا. وشوف كده يعمل إيه؟ عاوز ما أي غرض، المهم غير إيه؟ غير امتثال أمر الله. يبقى العمل لمجرد الظفر بالحور الإيه؟ والقصور ونعيم الجنان والسلامة من النيران، والسبب الحامل لذلك نسيان. يعني حتى بيقول لك لو واحد أخلص وعبد مش عشان امتثال أمر الله، عشان يظفر، حتى الغرض ممكن ما يكونش دنيا ويكون أخروي. يعني بيعبد وعاوز الدين والعبادة عشان الحور العين أو القصور أو الجنة أو يسلم من النار. المفروض الغرض يكون إيه؟ ها؟ امتثال أمر الله، حتى لو لم يكن هناك إيه؟ عذاب على الترك أو ثواب على الفعل. والسبب الحامل لذلك نسيان توحيد المولى تبارك وتعالى، حتى توهم الناس لتوحيد الله أن الخلق يقدرون على النفع والضر، حتى شركهم، يعني أشركهم في طاعته. ولو تيقن بقلبه انفراد المولى تبارك وتعالى بجميع بخلق جميع الكائنات بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه على العموم، ومن جملة ذلك طاعته. يعني حتى طاعتك للمولى لا أثر لها، لما قصد الطائع بطاعته إن وفق لها، ها؟ إلا إيه؟ ومن جملة ذلك طاعته لما قصد أن يوفق لها، مجرد للامتثال لأمر الله. يعني يقصد بها إيه؟ لما قصد بطاعته مجرد، لا هي في نقص كده، لما قصد بطاعته إلا مجرد الامتثال، مش كده؟ لما قصد بطاعته مجرد الامتثال. يعني ما قصد بطاعته إن وفق، لم يقصد بها مجرد الامتثال، ثم يطمع عندها بما وعد به المولى جل وعلا من الخير معها بمحض الفضل من غير وجوب ولا استحقاق. والمراد بالعمل في قوله صلى الله عليه وسلم العمل المطلوب شرعا، إذ هو الذي يحرم فيه الرياء، والله الموفق بمنه وإيه وكرمه. يبقى الإخلاص، يعني في سؤال هنا مهم، هل ينافي أن الإنسان يمتثل في العبادة أمر الله تعالى ويكون له غرض في الثواب أو يخاف من العقاب؟ هل هذا لا ينافي الإخلاص؟ لأنه لاحظ أمرا، بس ده إيه؟ مرتبة أقل. يعني المرتبة الأعلى ألا يلاحظ إلا مجرد الامتثال، لكن إن لاحظ مع الامتثال نيل الثواب والنجاة من العقاب، هذا لا ينافي الإخلاص. يعني إذا عمل لله
وعمل طمعا في ثوابه في الآخرة، هذا لا ينافي الإيه؟ الإخلاص. بس الكمال ليس هذا. ليه؟ الله تعالى يقول إيه؟ إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني ما ينافيش، يعني ما قالوش تردن الله فقط، حتى إيه رسوله والدار الآخرة، هذا لا ينافي الإيه؟ الإخلاص. ليه؟ لأن الدار، أفرض واحد مثلا عمل بالطاعة رجاء أن ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب أن يستره ويسلم، يعني لأغراض في الدنيا، أيضا هذا درجة أقل لكن لا ينافي الإخلاص. الذي ينافي الإخلاص هو العمل لغير الله وليس العمل لله والثواب أو لله والآخرة أو لله والجنة أو لله وأن الله يكرمه أو يستره أو يوسع رزقه. زي الأحاديث، في ناس مثلا تستغفر 100 مرة يستغفر، مش بنية الاستغفار، يعني ليس بنية الاستغفار فقط، ولكن بنية أنه من كثرة الاستغفار يكون هذا سبب في ساعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم. ففي ناس بتعمل لهذا، لكن هو بيستغفر مين؟ استغفر الله. فهذا لا ينافي. إذن الإخلاص فيه إيه؟ فيه درجات. أما أعلى درجة أنه إيه؟ يعبد الله لا يريد إلا وجهه، دي أعلى حاجة. وذلك قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لم يقل يريدون جنة ولا يخافون نارا ولا ولا، أعلى حاجة. بعد كده إيه؟ إرادة عبادة الله مع إرادة الثواب، أو عبادة الله تعالى رجاء إيه؟ نيل الكرامة في الدنيا أيضا. فهذا أيضا لا ينافي إيه؟ الإخلاص. إنما الذي ينافيه هو إيه؟ أن نتوجه بالعبادة إلى خاتمة. ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة. وأعلم أن من مات على حاله من هؤلاء والعياذ بالله يترتب عليه أمور، يعني اللي مات على نوع من أنواع الشرك، الأول عدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الثاني عدم دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الثالث الخلود في النار، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ولما فرغ من الكلام على أنواع الشرك شرع يفصل منها ما يلزم منه الكفر وما ده موضوع تاني، اللي هو حكم الايه الأنواع اللي حيلزم عليه ما يلزم عليها من ايه أحكام. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وفلاتك لفاتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك.